عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير إن كان صبح، ومساكم الله بالخير إن كان مساء للي بيشاهدون الفيديو هذا. عندي شيء مش أنا عندي، هذا موجود منذ الأزل، لكن أنا أستعمله من كذا سنة إلي، وأخلي ربعي وجماعتي كلهم يستفيدون منه. واليوم بخبركم شو هو. هذا وقت استعماله في السنة، يستعمل يستحسن مرتين، اللي هو الجبس الزراعي المحبب، واللي هو الكبريت الزراعي الناعم، نوعين. كذا شركة تيب، لكن أنا أستعمل الشركتين هاي من زمان. هذا اللي هو الجبس الزراعي المحبب، وهذا الله يحفظكم الكبريت الزراعي الناعم. كيف طريقته؟ الشيرة العودة، الشيرة العودة اللي مثل هذه، الشيرة العودة أم 5 سنين 10 سنين ينذر دور ما دارها، ما بعدال اليد بعيد عن اليد، ذراع عن اليد. زين، هذا يسمونه التعفير. من عقب ما ينذر دور ما دارها، شوفوا ها هادو، ها هذا الكبريت الزراعي الناعم، وهذا الجبس الزراعي المحبب. هذا الكبريت الناعم وهذا الجبس الزراعي المحبب. هذا ينذر دور ما دار الشيرة، تعالوا، ويتجلب بهالطريقة. ها سلم هناك، سل عند هيك، يتجلب بهالطريقة. شو الفائدة منه؟ الفائدة الله يحفظكم، هذا يرفع من كفاءة التربة، يرفع من كفاءة التربة، ويخلي شيرة التربة تتهوى، يخلي التربة تتهوى، يحول التربة المالحة إلى تربة زراعية. الصبخة، أرض صبخة تتحول من مالحة إلى زراعية، ويحفز الزراعة على الإزهار والإكثار من الثمار، ويخلي الشيرة تمتص الأسمدة، الأسمدة اللي تحطها والمركبات لازم الشيرة تستفيد منها، ويخلي ويتسوي تهوية في التربة. التهوية للتربة وايد ضرورية، فلذلك يعطيك إنتاج إنتاج للفاكهة أو للمحصول، ويستخدم لجميع الأشجار، ما بشيرة دون عن الثانية، للورود، للنخل، للومي، دور ما داره. هذا شيء مفيد زيادة على اللزوم، وينسقى اليوم مثلا، عقب يومين بعدين ينسقى، ويتم يتجلب لمدة على الأقل ترض من الأرض على الأقل في الأسبوع مرتين إلى 3 مرات. هم الطريقة هذه، ها لازم هالطريقة. وكل من سقيت اليوم بكرة، اليوم سقيت ترض من الأرض، خلي الأرض يدقها الهواء يومين ثلاثة، عقب تلج مرة ثانية وتخلي يرضمون الأرض، وهيلة بيس على هالمنوال لمدة على الأقل أسبوع ترضم الأرض، وعقبها ب5 شهور بعد تكرر الوقت، ويبعد الفطريات عن العروق، تخلي العروق تمتص الفوائد مال الأسمدة اللي أنتم تحطونها. هذه طريقة وايد جميلة ولذيذة وزينة وفنانة، جديدة بعد قاي، تنفع للمزارع، للنخيل، للبيوت، للحدائق، للورود، لكل الزراعة. شوف طريقة الازهار كيف ابتدت ما شاء الله. هذا من الناتج ماله، قبل شيء وبعدين يحفز الشيره، يعطيها قو، يعطيها تغل ورق وتغل زهر وتغدي شيره قويه، ويدعها يمتن وتحافظ على قوامها الخضري ولونها، وتازم تغل ورق وتغل ثمر، وتغدي انتاجها كثيف ويمتن حتى اليدوع. ومن بعد هالشرح المطول، مفروض تعرفون ليش هذا يستعمل ومتى. ينحطن العنصرين هالي خبرتكم عنهن في السنة مرة أو مرتين، يستحسن مرتين قيض وشتاء، يبعد العفن، يحافظ، يخلي يجلي جذور الشيرة عسب تمتص أكبر كمية من المياه عسب تستفيد منها الأوراق، وتغدي تغل الشيرة أوراق جديد، ويساعد على تثبيت الثمار وزيادة الإزهار، ويحسن من خواص امتصاص الشجرة للتربة. وهالنوع من المركبين هالاثنين يستعمل مثل ما قلت لكم من مرة إلى مرتين، يستعمل للنخل، للنبت، اللوز، فيفاي، الورود، مسطحات الخضراء، كل ما يخطر في بالك يصلح له. شيء وايد زين وينفع للتربة، وهذا الشيء ما بلازم حق مزرعة جديدة
او مكان توك بتزرعه، لا، حتى اللي عنده نخل عمرهن 100 سنه يقدر يستعمل هذا الشيء، لكن يبعد عن اليدع من اي شيره على الاقل من ذراع الى ذراع ونص. يدور ما دار الشيره، يذره، يذر المركبين هالاثنين، ويرضم الارض في الاسبوع على الاقل مرتين او ثلاث مرات، وعقب خلاص يبتدون الري من اول يوم. يعني حطيت انت اليوم المركب هذا، بنفس اليوم تبتدي تري، حط سقيت انت اليوم، بكره ما سقيت، ورا بكره بتسقي، اليوم اللي ما شيء ما عندك ري ما بتسقي، ترضم هالارض. فلذلك انت بتحافظ، ويبعد البكتيريا والعفن عن الجذور، عن سطح الارض وعن العروق، نجيها اي نوع من انواع العفن. وهالمستخلصين اللي خبرتكم عنهن اللي هو الكبريت الناعم والجبس المحبب، ما بلازم شركه معينه، موجود مليون شركه ليتيبهن، الانسان حسب امكانياته اللي يبغي من اي شركه ياخذ، كلهن شركات فيهن خير وبركه.